أهلا بكم إخوة الأخوات متتبعين ومتتبعات قناة إجريد أس نيوز. أخوكم يوسف كان حيكم، وكنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة. مساءكم سعيد. كان حيكم هنا من المغرب. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة، ونتمنى أن الناس والجميع الإخوان الأخوات اللي كانوا هنا في المغرب ورجعوا لبلدان الإقامة أنهم يكونوا رجعوا بخير وعلى خير. مهم إخوة الأخوات، قبل ما نبدأ نتمنى تبارطاجيو الفيديو بطبيعة الحال إلى بغيتو باش يوصل للناس أخرين، ولايكات ديالكم بطبيعة الحال تتهمني هي والآراء ديالكم. نبدأ على بركة الله باش ما نطولش الفيديو. اليوم الإخوة الأخوات جيت باش نهضر على واحد الموضوع مهم او واحد الخبر تاريخي اللي اليوم صدقت عليه الحكومة الاسبانية. انا تفرجت في الفيديو كامل تقريبا في شي ساعة وتسعود دقائق لايف تفرجت فيه ديال يعني جميع اذاعة التلفزة الاسبانية نقلاته كالعادة جميع الجلسات الحكومية أو الجلسات البرلمانية عفوا. فهذا القرار اللي هو اتخذته اليوم الحكومة الإسبانية وصدقت عليه ودخل حيز التنفيذ هو كالتالي: أن العاملات البيوت أو الخدمات ديال الدار كما بالدارجة ديالنا طلب خضرة ديورار، يعني هما العاملات ديال اللي كيخدموا في الديور كيطيبوا الى اخره. هاد الفئه هادو حوالي كما قدرت الحكومه الاسبانيه تقريبا 400 الف مراه او فتاه خدامين في الديور ديال يعني الناس اخرين. شحال هادي ما كانوش واحد القوانين يعني تتسري على هاد الفئه هادي قوانين الشغل. فاليوم تقرر ان هاد العاملات حتى هما ولا عندهم حتى هما يعني حقوق ديالهم كامله متكامله، بدءا من البارو وانتهاء بالايودات اللي عندهم علاقه بـ 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 بالخدمه بصفه عامه بلينيم. ندخلوا في الموضوع الاخوه الاخوات، هاد العاملات هادو غادي يستافدوا بحالهم بحال اي خدام في اسبانيا من البارو الى خرجوا، يعني الى سراو الخدمه عندهم الحق في البارو واوبليجي على هذاك اللي غادي يخدمهم انه خلص لهم السيغورو او يعني باش يكوتيزيو في الضمان الاجتماعي باش ملي يخرجوا يكون عندهم الحق في البارو بحالهم بحال اي عامل، يعني كوتيزيتي عام عند الحق في البارو عامين، المهم بحال اي واحد انتي كعاملة. الحاجة الثانية الإخوة الأخوات اللي هي أن هذا العامل هذا ما عندش الحق تطردو، أو هاد العاملة هذه ما عندش الحق تجي وتطردها بحال شحال هذه. يعني كان واحد مثلا كيجيب خدامة للدار كيقول لها مثلا صافي سالات الخدمة الله يعاون، لا دابا ولات يعني هاد خصك واحد السبب علاش تطردها او علاش غادي تقول لها صافي سالات الخدمه. واش مثلا نتايا واش نتايا عندك شي غرض غتحول شي بلاصه ولا اي حاجه من هذا القبيل، الخدمه اللي تنتجها من اجلها سالاتها ولا شنو، مهم خاص واحد السبب معقول علاش غادي تخرج هذيك السيده من الخدمه ديالها. الحاجه الثالثه هو انك اوبليجي انك تعطيها بحال اي شركه، يعني كنعرفوا اي امبريسا كي تخرج كتاخذ واحد السيرتيفيكادو فيه يعني الراسون علاش 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 خرجتي من الخدمه باش تدفعوا البارو باش تدفعوا باش تاخذ البارو ولا الايودا، تحتاج داك السيرتيفيكادو. فدابا حتى هاد الخدامه من حقها طلب من المشغل ديالها في هذا المنزل انه يعطيها هاد السيرتيفيكادو باش تي ودفعوا البارو ولا الايودا ولا شوف هي يعني الغايه اللي محتاجه عليها. حاجه اخرى الاخوه الاخوات هو
ان هاد العاملات حتى هما ولا عندهم الحق في المساعدات. نعرفوا كاين بزاف ديال المساعدات كياخذوهم الناس اللي كيخرجوا من الخدمه، ايوه تارين يعني، على حسب كل واحد والكاسو ديالو يعني، كل واحد والحاله ديالو. فبالتالي حتى هاد الناس هادو، هاد الفئه اللي تقدر قدرت تسمانيا حوالي 400 ألف عامله في المنازل، حتى هما ولا عندهم الحق كأي باش الناس تاخذ واحد يعني. نقدر السهو كيطرا، نقدر نكون نسيت شي حاجه. فاللي خصكم تعرفوا هو انت اختي، كنوجه الهضره للعربيات خواتاتي اللي من المغرب ومن الجزائر ومن تونس، انكم ما تبقاوش مغفلات. تانتوما يعني الا مشيتو خدمتو في شي دار ديال شي واحد في اسبانيا، من حقكم هاد الشيء، بحالكم بحال اي التقيتي بشي واحد مثلا جاي خارج مثلا من فرماسيان، خدام فرماسيان، هذيك الحقوق اللي عنده هي اللي عندكم تانتوما. من حقك في الباكاسيونيس ديالك، حتى هي من حقك، من حقك عاوتاني الا خرجتي طلبي البارو ديالك، ومن حقك كما كنقولوا تزيري هذاك المشغل ديالك، اختي المغربيه ولا اختي الجزائريه ولا التونسيه، انه يدي هذاك السيد يدير لك السيكور ديالك، يعني يصرح بك في الضمان الاجتماعي باش ملي تخرجي تلقاي البارو ديالك، او باش نبسطها لك، انك يعني تبيدي من هذاك الشخص او هذاك مول الدار، انه يسجلك بهذا المعنى في السيكوريداد سوسيال، باش انت يا اختي ملي تخرجي ما تضيعيش، ملي تخرجي ما تضيعيش. والا جاب الله اختي العربيه، انا كنوجه الهضره للجميع، انا كنعرف بزاف ديال العيالات ولا بنات خدامين عند الناس في الديور هنايا في اسبانيا، فكنوجه لهم هذه الرساله هذه. الا جاب الله جا عندك هذا الشخص اللي خدمك قال لك اودي صافي سيري بحالك، قولي ليه عطيني السبب علاش انت جريتي عليا، يعني ماشي غير تجي وتجري عليا، عطيني السبب اشنا هو باش نقدر انني من بعد نستعمل هذه السيرتيفيكادو. ضروري ما تخرجيش حتى يعطيها لك هذه السيرتيفيكادو على انه انت خرجتي من الخدمه وكذا كذا، وباش تمشي طلبي البارو ديالك او الايوده ديالك، بحالك بحال اي بحال اي خدام خرج من شركه. يعني مثلا تلقاو ناس كاين واحد الايوده هنا في اسبانيا ديال الناس اللي عندهم من 52 عام الفوق كياخذوها الا ما كانوش خدامين، فتا هي من حقك اختي او يعني المراه كانت كبيره انك تاخذي هذيك المساعده انطلاقا من ديك السيرتيفيكادو اللي غادي تاخذيه من عند هذاك السيد. باش ما نطولش في الفيديو اخوان الاخوات، هذا هو القانون، ابى من ابى وشاء من شاء، باش ما يبقاوش يعني مصو الدم ديال الخادمات ديال البيوت اللي حتى هما تيخدموا وما كيتعطاهمش حقهم. فدابا تانتوما ولا عندكم امتيازات، وبحالكم بحال اي عامل كاين في اسبانيا. فبالتالي ما بقى لي ما نضيف، نعاود ناكد ان هذا القانون هذا راه الله اليوم يعني الحكومه صدقت عليه وغادي يدخل حيز التنفيذ. هذا ما كان، لا استفدتم من الفيديو، نتمنى انكم تبارطاجيوه كما قلت لكم، واللايكات ديالكم والاراء، اي واحد سولني راه كنجاوبو على قد المستطاع وعلى قد المعرفه ديالي، ولا ما كانت شي حاجه مثلا مهمه بزاف كنقدر نمشي نبحث عليها ونجاوبك اخويا ولا اختي، يا بكومونتير يا بفيديو. فلهذا كنقول لكم تابوناو في القنوات باش عفوا في القناه ديالي باش انه يوصلكم كل جديد. تحياتي لكم، كان معكم دائما اخوكم يوسف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.